أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق حتى لو أثبت المبتدعة صفة الكلام بآيات أخرى غير القرآن؟ ما يثبتون الكلام لله، شلون يثبتون؟ ما يثبتون، ينفون الكلام عن الله، يجعلونه مثل الجمادات، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقولون ها القرآن اللي معكم هذا ما هو بكلام الله، هذا ما هو بكلام الله، من أجل أن يبطلوا تعظيم القرآن والاستدلال به ويتهاون الناس فيه، فهذا مقصدهم، وهي دسيسة يهودية، لأن الجهمية أصل مذهبهم منحدر من اليهود، صنيعة اليهود، فهذا قصدهم. نعم.